بشرى، لقاء من جديد تحمل المسرات عبر برنامج وخدمة هذا الصباح. ودون عناء التنقل والسفر ودون تأشيرة، سنذهب الآن إلى إسبانيا. سنستضيف الجزائري خيسوس إيدير، الجزائري الذي تحصل على أعلى معدل في شهادة البكالوريا بإسبانيا، صاحب أعلى معدل. هو فخرنا اليوم، هو ضيفنا كذلك عبر برنامج هذا الصباح. خيسوس آيت إيدير، أهلا بكم ومرحبا في قناة التلفزيون الجزائري. سال esta noticia. الجزائر، هو يقول أن الجزائر، هو يفتخر يرحب بالجزائر وبالجزائريين، وهو جد مسرور هنا عبر قناة تلفزيون الجزائري. أي تدير؟ الجزائر تفتخر بك بهذا المعدل. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí. Estoy muy contento. Para hablamos de los factores, cuáles son los factores que ayudaron a tener éxito. Pues los factores fueron estudiar mucho, mucho esfuerzo, desde principios de curso. No solo la semana de antes, y bueno, tuve mucho apoyo de mi familia, de mis padres, de mis abuelos que viven en Argelia, en La Valla, en Couba, a los que les mando un saludo. هو يقول أنه كل العوامل العوامل كل عوامل ساعدته من أجل النجاح، سواء كانت عائلته بداخل الوطن أم خارجه. أنت تحدثت عن أهم العوامل التي ساعدتها على النجاح. ما هو التخصص الذي ستسجل فيه؟ أنت تسجل أعلى معدل في شهادة البكالوريا بإسبانيا. ¿Cuál es esta especialidad en lo que se registra? Pues la especialidad es matemáticas y física en la Universidad de Oviedo. El تخصص الذي سيسجل فيه هو سيسجل في تخصص الرياضيات والفيزياء. ما que en Oviedo, en el norte. Sí. Oviedo. هو يقول أنه سيسجل في إحدى جامعات إسبانيا. هل ستكون لك مشاريع يعني في المستقبل في الجزائر؟ Pues Argelia es un país que me gusta mucho y me gustaría ir pronto para ver a mis abuelos. Que viven en Cuba. Espero ir pronto cuando termine la cuarentena por el COVID-19. هو يقول أنه لديه عدة مشاريع. هو يقول أنه يحب الجزائر كثيرا وستكون له مشاريع مستقبلية وبحوث يعني في الجزائر إن شاء الله. هل سعدك حضورك عبر شاشة التلفزيون الجزائري؟ Muchas gracias. Muchísimas gracias. هو يقول شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. نحن نشكرك، أنت صاحب أعلى معدل في البكالوريا. حدثتنا خيسوس آي تيدير مباشرة من إسبانيا، والشكر أيضا موجه لزميلة سهام رزوق على الترجمة.